إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الأشياء المهمة في هذا الدرس في الوقاية من الأمراض. الوقاية من الأمراض والرعاية الصحية النظامية. راح نتذكر في الدروس السابقة اللي تكلمنا عنها أن مكافحة التدخين والفحوصات المتكررة للدم والقوت المنخفض للدهون وأيضا الزيت النباتي والسمن النباتي وأيضا الزيوت، زيت الزيتون مثلا، الاستخدام الكثير منها ممكن يسبب أمراض كثيرة. أيضا إذا كنت يعني تعاني من التدخين، حاول أن تقلع عن التدخين مباشرة. الإقلاع عن التدخين في البداية صعب جدا، بعدها تتكيف في الحياة والممارسة، ممارسة الرياضة بدل التدخين يعطيك حيوية أكثر في الجسم. ممارسة الأنشطة البدنية والرياضة بشكل أخص، يعني لو تم استبدال التدخين في وقت التدخين بالرياضة راح تشوف فعالية كبيرة في الجسم. طبعا أيضا تنظيم ساعات النوم، تجنب السهر، وأيضا ننصح من قسط كافي من النوم والراحة الجسمية لبضع ساعات. أيضا اتباع عادات غذائية جيدة مثل الطعام الصحي مثل الخضار والفواكه والماء، وأيضا السوائل مثل الحليب ومشتقاته، والسوائل التي ترجع إلى العصيرات الفواكهية مفيدة جدا للجهاز الهضمي وتقوية الجهاز المناعة، وأيضا الطعام المتنوع المفيد جدا، وأيضا الاهتمام بالصحة الشخصية العامة. من المهم جدا الحرص على هذا الشيء. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. هذه الأشياء إذا سويتها ممكن تقيك من الأمراض والرعاية الصحية الجسمية النظامية. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.